بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا دكاتره. باذن الله في الفيديو بتاع النهارده هنتكلم عن اخر سيكشن عملي وهو سيكشن الدوكيت. في البدايه تعالوا نتعرف على الاستراتيجيز المختلفه للكمبيوتر ايدد دراج ديزاين. اول استراتيجي هنتكلم عنها هي الاستراكشر بيزد دراج ديزاين او الدايركت دراج ديزاين. الاستراكشر بيزد دراج ديزاين بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على معرفه ال 3D ستراكشر او الكريستال ستراكشر اوف ذا بروتين، كمان بتعتمد على معرفة الـ structure of the ligand. الـ structure based drug design في منها نوعين. أول نوع هو البروتين ligand docking، وده النوع اللي هناخده في السكشن بتاع النهاردة. إن أنا بعمل docking ما بين بروتين وligand، زي ما قلت أنا عارف الـ structure بتاعهم، وابتدي أشوف الـ bindings والـ interactions المختلفة ما بين الligand وما بين البروتين، وابتدي أحدد أنهي أحسن binding وأنهي أحسن interaction. النوع الثاني هو بروتين دوكينج. النوع ده بشوف فيه انتر اكشن بس ما بين بروتينز، ما بين بروتين وبروتين، وبرضو لازم اكون عارف ال 3D structure of the individual protein. طيب انتر اكشن ما بين البروتينز ده بيعمل لي كومبلكس. انا من خلال الدوكينج اقدر احدد الموست ستيبل كومبلكس اللي ناتج عن الانتر اكشنز اوف ذا بروتين. طيب بمعرفتي الموست ستيبل كومبلكس هقدر احدد انهي كومبلكس هتكون متواجده اكتر في الطبيعه. بعد كده هنتكلم عن الدينوفو ديزاين. الدينوفو ديزاين ده بيعتمد على ال 3D ستراكشر اوف ذا بروتين اونلي، لكن الاستراكشر بتاع الليجند بتاعي مش بيكون معروف. انا بمعرفه ال 3D ستراكشر اوف ذا بروتين ومعرفه البايندينج سايت ببتدي ان انا اعمل بيلدينج لفراجمنتس وليجنز في البايندينج سايد، بحيث انها تفت في البايندينج سايد وكمان تعمل بايندينج وانتر اكشنز مع الامينو اسيدز اللي موجود في السايد ده، وبالتالي قدرت ان انا اعمل نيو ليجنز، اعمل ديزايننج لنيو ليجنز بمعرفه فقط ال 3D ستراكشر، وان انا اعمل بيلدينج لفراجمنتس في البايندينج سايت لغايه ما تعمل فيتنج وتعمل انتر اكشن مع الامينو اسيدز اللي موجوده في البايندينج سايت. بعد كده هنتكلم عن الليجند بيزد دراج ديزاين او الاندايركت دراج ديزاين. الليجند بيزد دراج ديزاين ال 3D ستراكشر اوف ذا بروتين مش بيكون معروف، ولكن انا بعتمد فيها على ايه؟ بعتمد فيها على معرفتي للستراكشر اوف ذا اكتيف ليجندز، وببتدي بعد كده اعمل حاجه اسمها فارماكوفور سيرشنج، يعني بتوصل للفارماكوفوريك فيتشرز اللي موجوده في الاكتيف ليجندز دي. الفارماكوفوريك فيتشرز دي اللي هي المينيمم ستراكشر اللي بيعمل بايندينج للتارجت ويديني بايولوجيكال اكتيفيتي. طيب لما انا عرفت الفارماكوفوريك فيتشرز او عملت الفارماكوفوريك موديل هستفاد ايه؟ هقدر ان انا اعمل ديزايننج لنيو ليجنز بناء على الفارماكوفوريك فيتشرز اللي انا توصلت اليها. حاجه تاني ان انا بقدر اعمل حاجه اسمها الكيو ساور موديل او الكوانتيتيف ستراكشر اكتيفيتي ريليشن شيب. دي عباره عن ريليشن شيب او كورليشن ما بين الكالكوليتد بروبارتيز مشتركه في الاكتيف ليجنز والبيولوجيكال اكتيفيتي. هو بيستخل في صوره معلقه او في صوره ريليشن شيب. انا بقى من خلال الكيو ساور موديل بقدر ان انا اعمل بريدكشن للبيولوجيكال اكتيفيتي بتاع اي نيو كومباوند او اي نيو ليجند. هنيجي لاخر حاجه وهي ان ال 3 دي ستراكشر بتاع البروتين بتاعي مش معروف، والستراكشر بتاع الليجند برده مش معروف، وبالتالي الكمبيوتر ايد دراج ديزاين مش هيبقى ليه امبورتنس ولا هيبقى ليه اهميه، وهبتدي بعد كده ان انا الجأ للتجارب العمليه والاكسبيرمنتال داتا. هنتكلم بعد كده عن البروتين ليجند دوكينج. قلنا زي ما قلنا البروتين ليجند دوكينج ده يعتبر ستراكشر بيزد دراج ديزاين. ليه؟ لان هو بيعتمد على معرفه ال 3D ستراكشر اوف ذا بروتين، كمان ببقى عارف الاستراكشر بتاع الليجند بتاعي. طيب انا بعد كده هعمل ايه؟ هعمل محاكاه باستخدام الكمبيوتر بروجرامز زي الام او اي. دي بتعمل محاكاه للبايندينج ما بين الليجند ما بين التارجت اللي هو البروتين بتاعي. انا بقى من خلال الدوكينج او من خلال محاكاه البايندينج دي بقدر ان انا اشوف البوزز
للمولكيول بتاعي او للليجند بتاعي جوه البايندنج سايت او جوه البوكيت اوف ذا بروتين، وكمان اقدر احدد انهي بوز ذا بيست بوز اوف ذا مولكيول من خلال حاجه اسمها السكور. السكور دي بتعبرني عن البايندنج افينيتي او السترينث اوف ذا بايندنج انا من خلال السكور بقدر احدد ذا بيست بوز اوف ذا مولكيول جوه البايندنج سايت. هنتكلم بعد كده عن تعريف الدوكينج. الدوكينج هو ايه؟ هو ان انا اعمل بريدكشن للفيفرابل او البيست بايندينج ما بين الفليكسبل ليجند بتاعي وما بين التارجت اللي هو البروتين. هنيجي بعد كده لحاجه مهمه، وهي ان الانتر اكشن ما بين الليجند وما بين البروتين اكيد مش هيتم على السيرفيس اوف ذا بروتين كله، لا ده بيتم في سايت معين اللي هو البايندينج سايت او ذا اكتف سايت اوف ذا بروتين. هو ده السايت اللي بيحصل فيه انتر اكشن ما بين الليجند وما بين البروتين بتاعي او التارجت بتاعي. يبقى زي ما قلنا البايندينج سايت او الاكتف سايت ايه هو؟ هو عباره عن كافيتي في السيرفيس بتاع البروتين بيقدر الليجند ان هو يدخل فيه ويعمل انتر اكشن مع الامينو اسيدز اللي موجوده في السايت ده، وبالتالي بيكون لي البايندينج سايت او البوكيت بايندينج اللي بيأكوميديت الليجند، وبيحصل عليه البايندينج او الانتر اكشن ما بين الليجند وما بين البروتين. والبايندينج سايت ده انا بتعرف عليه من خلال الكريستال استراكشر اوف ذا بروتين لما بيكون عامل بوندينج او عامل انتر اكشن مع نوين انهبيتور. بعد كده هنتكلم عن البوز او البايندينج مود. البوز او البايندينج مود دي حاجه تخص بقى الليجند. هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن جيومتري اوف ذا ليجند. يعني ايه جيومتري اوف ذا ليجند؟ يعني ثلاث حاجات: اللوكيشن بتاع الليجند، الاورينتيشن بتاع الليجند، والكونفورميشن بتاع الليجند جوه البايندينج سايت اوف ذا بروتين. بعد كده هنتكلم عن اليوزز اوف ذا دوكينج او الابلكيشنز بتاعه الدوكينج. اول حاجه هنتكلم عنها هو الفيرتشوال سكريننج. يعني ايه؟ يعني ان انا بعمل سكريننج ل لارج لايبراريز من الكومباوندز او كومباوندز موجوده في داتابيس كتيره جدا، وبقدر بعمل لها فلترنج لكومباوندز اقل. الكومباوندز دي بعملها فلترنج على اساس ايه؟ هي الكومباوندز دي بتكون عامله البيست بايندينج مع التارجت او مع البروتين بتاعي، وبالتالي في الغالب هي دي اللي حصلناها، لان هي دي اللي هيكون ليها مور بايندينج افينيتي ومور بايولوجيكال اكتيفيتي. يبقى الفيرتشوال سكريننج ان انا هفلتر مجموعه كبيره قوي من الكومباوندز موجوده في داتابيز لمجموعه اصغر. المجموعه الاصغر دي بختارها على اساس ايه؟ عن اللي هي بتكون عامله البيست بايندينج مع البروتين، وبالتالي من المفترض ان هي دي هيكون ليها هاي بيولوجيكال اكتيفيتي. تاني حاجه ان انا بقدر اعمل ايدنتيفيكيشن للبوتنشال ليد كومباوندز. اخر حاجه ان انا بعمل بوز بريدكشن. زي ما قلنا ايه فايده البوز بريدكشن؟ فايده البوز بريدكشن ان انا بقدر احدد ذا بيست بوز، اقدر احدد انهي بوز هيكون عامل افضل بايندينج مع البروتين. طيب انا استفدت ايه لما عرفت البيست بوز؟ هقدر ان انا احدد الامبورتنت بارتس المهمه للبايندينج. طيب لما انا عرفت الامبورتنت بارتس المهمه للبايندينج، هقدر ان انا اعمل موديفيكيشنز بحيث انها تزود البايندينج او تزود البايندينج افينيتي، وهبعد عن اي موديفيكيشنز انها تقلل البايندينج او تعمل كلاش مع البروتين. وبكده نكون خلصنا جزء النظري بتاع سيكشن الدوكينج. هندخل على التوتوريال او التطبيق العملي على برنامج الام او اي.
عشان انا اقدر انفذ عملية الدوكينج فانا بحتاج لـ 3 requirements. ايه هما الثلاث حاجات اللي انا بحتاج لهم عشان اقدر اعمل دوكينج؟ اول حاجة بحتاج ان انا احدد التارجت بتاعي او البروتين اللي هتم عليه عملية الدوكينج. تاني حاجة بحتاج ان انا احددها وهي الدوكينج سايت او الاكتيف سايت، البايندينج سايت اللي هيحصل فيه انتر اكشن ما بين الليجند وما بين البروتين. تالت حاجة طبعا انا بحتاج لها وهي الاستراكشر بتاع الليجند. زي ما اخدنا قبل كده ان انا اقدر اجيب الاستراكشر بتاع اي بروتين من البروتين داتا بيز اللي متخزنة على برنامج الام او اي، بقدر ان انا اعمل سيرش سواء بالكود او بالنيم بتاع البروتين. تاني حاجة الدوكينج سايت. الدوكينج سايت دي انا حددها ازاي؟ هحددها بالسايت فايندر، هحددها باستخدام او بمعلوميتي للكي امينو اسيد، وبالتالي هقدر ان انا احدد البوكت بايندينج. زي ما قلنا ان الدوكينج سايت او الاكتف سايت احنا بنتعرف عليها من خلال ال 3D structure بتاع البروتين لما بيكون co-crystallized او binding مع الاوريجينال ليجند. واخر حاجة ال structure of the ligand بقدر ان انا احصل عليه من ال MDB file. هنيجي بعد كده لل steps اللي هنعملها على برنامج ال MOE. اول step هعملها هي ال preparation of the ligand. تاني ستيب هي الـ preparation of the receptor أو الـ preparation of macromolecule. تالت حاجة هي الـ isolation of the active site، إن أنا هحدد الـ active site بتاعي اللي هتحصل عليه عملية الدوكينج. رابع حاجة إن أنا هعمل دوكينج، هعمل running of the docking. خامس ستيب وهي الـ interpretation of the results، ان انا هعمل examination للresult اللي هتنتج من عملية الدوكينج. سادس خطوة وهي surfaces and maps، ودي خطوة للvisualization. هنيجي بقى لأول خطوة هنشتغلها على البرنامج. أول خطوة هي الـ preparation of ligand. هنعمل ايه في الخطوة دي؟ هنرسم الـ structure بتاع الليجند وهعمل له مينيمايز عشان احطه في المست في الموست ستيبل كونفورمر، وبعد كده هسيفه في داتا بيس فايل على الديسكتوب زي ما اخدنا في السكاشن اللي فات. يبقى اول حاجه هعملها ان انا هرسم الاستراكشر بتاع الليجند، ومنساش ان انا اعمل له مينيمايزيشن للانرجي عشان يكون موجود في الموست ستيبل كونفورمر، وبعد كده هحفظه في داتا بيس فايل من قائمة فايل. هختار نيو، بعد كده داتا بيز، هتظهر لي الويندو دي. هختار بعد كده الديسكتوب المكان اللي انا هحفظ فيه الداتا بيز فايل، هعمل دبل كليك على الديسكتوب، وبعد كده هبتدي اكتب الاسم بتاع الفايل ومنساش الامتداد بتاعه اللي هو .mdb. هلاقي ان البرنامج عمل لي كرييشن للداتابيز بس بتكون فاضيه، وبعد كده انا ببتدي اضيف الاستراكشرز اللي انا رسمتهم. هضيفهم ازاي؟ من edit new اختار entry، وبعد كده هتظهر لي الويندو دي. منساش ان انا اغير المود من system لتشين وادوس اوكي. هلاقي ان هو ضاف لي الاستراكشر بتاعه الليجنز في الداتابيز فايل اللي انا سيفته على الديسكتوب. يبقى اول خطوة اللي هي الـ preparation of the ligand، برسم الـ structure بتاعي، بعمل له minimize للـ energy، بحفظه في database file على الـ desktop، ومنساش الامتداد او الـ extension اللي هو .mdb. تاني خطوة هي خطوة الـ preparation للـ receptor او الـ macromolecule اللي هو البروتين بتاعي اللي انا هشتغل عليه الدوكينج. اول حاجة انا هنزل الاستراكشر بتاع البروتين من البروتين داتابيز الموجودة على برنامج الام او اي. هعملها ازاي؟ من قائمة فايل هختار اوبن، بعد كده هختار بروتين داتابيز، هيطلع لي
زي ما اخدنا كل البروتينز اللي موجوده في الداتا بيز بتاعه برنامج الام او اي. انا هعمل سيرش للبروتين بتاعي يا اما بالكود او بالنيم بتاع البروتين وادوس بعدها اوكي. هلاقي ان الكريستال ستراكشر او 3 دي ستراكشر بتاع البروتين ظهر لي في الويندو بتاعت الام او اي. بعد كده هعمل عليه خطوه تانية ان انا اعمل بريباريشن للتارجت او بريباريشن للبروتين بتاعي. هعملها ازاي الخطوه دي؟ من قائمه كمبيوت هختار بريبير وبعد كده هختار ستراكشر بريباريشن. هتظهر لي بعدها الويندو دي، هختار كوريكت يعني اعمل لي كوريكشن للستراكشر، وبعد كده هختار بروتونيت 3D هيبتدي يضيف الهيدروجين للاتومز بتاعت ال 3 دي ستراكشر اوف ذا بروتين، ويعمل اساين كمان للايونيزيشن ستيتس بتاعت الاتومز. يبقى اول خطوه انا عملت بريباريشن للليجن، تاني خطوة عملت بريباريشن للريسبتور بتاعي، نزلت الريسبتور من البروتين داتابيس وعملت له بريباريشن ان انا عملت له كوريكشن وبروتونيشن. تالت خطوة هعملها هي خطوة الايزوليشن اوف اكتف سايت، ان انا هحدد الاكتف سايت بتاعي اللي عايز اعمل فيه الدوكينج. ازاي انا هحدد البايندينج سايت؟ من قائمه كمبيوت هختار سايت فايندر، هلاقي الويندو دي ظهرت لي، هدوس ابلاي، هلاقي ان هو هيظهر لي كل الاكتف سايتس بتاعه البروتين. انا هعرف الاكتف سايت بتاعي ازاي؟ هيكون في السؤال مديني الكي امينو اسيد، هقوم انا ادور على الكي امينو اسيد ده موجود في اي سايت. هو في الغالب بيكون موجود يا اما في اول يا تاني سايت. اول ما بلاقي الكي امينو اسيد بتاعي موجود في السايت سواء الاول او التاني، بعمل سيلكشن للسايت، وبعد كده بغير الايزوليت لادومز واختار داميز، يعني اقول له اعمل لي كرييشن لدامي اتومز في الاكتف سايت اللي انا عملت له سيلكشن. يبقى ازاي بعمل ايدنتيفاينج للبايندينج سايت؟ من كمبيوت سايت فايندر، من خلال معرفتي للكي امينو اسيد هدور عليه موجود في انهي اكتف سايت واعمل سيلكشن للاكتف سايت. هو في الغالب بيكون موجود يا في اول يا في تاني واحد، وبعد كده بدوس بغير الايزوليت وبعد كده بدوس على دمس. بعد ما بنتهي من اول ثلاث خطوات وهي خطوه البريبريشن اوف ذا ليجاند والبريبريشن اوف ذا ريسبتور والايزوليشن اوف ذا اكتف سايت، انا بكده بيكون عندي الثري ريكويرمنتس اللي بكون محتاجهم عشان اقدر انفذ عمليه او خطوه الدوكينج. يبقى بكده انا بكون جاهز للخطوه الرابعه وهي خطوه الرننج اوف ذا دوكينج. بعملها ازاي الخطوه دي؟ من قائمه كمبيوت بختار دوك، هتطلع لي الويندو بتاعت الدوك. اول حاجة في الويندو دي هي الاوتبوت، الاوتبوت ده الفايل اللي هيكون فيه الاوتبوت بتاعت الريزولت اوف ذا دوكينج. انا ممكن اسيبه زي ما هو كده، او لو انا عايز اسيبه في الديسكتوب او اي مكان انا حابه بدوس على البراوز واختار الديسكتوب، وممكن ان انا اسمي الفايل او ممكن اسيبه بالديفولت بتاع البرنامج. بعد كده الريسبتور بتبقى ريسبتور اتومز. نيجي بقى للسايت، السايت دي بنغيرها للدامي اتومز، يعني بقول له انا عايزك تعمل لي دوكينج في الدامي اتومز اللي انا عملت لهم كرييشن في خطوه الايزوليشن اوف ذا اكتف سايت. الليجند برضو بنغيرها للام دي بي فايل، وبندوس على براوز وبنختار ال MDB فايل اللي احنا حفظنا فيه الاستراكشر بتاع الليجند اللي انا حفظته المفروض على الديسكتوب، وبعد كده بدوس رن. يبقى اول حاجه الاوتبوت ده الفايل اللي هيكون فيه الاوتبوت ريزلتس بتاعه خطوه الدوكي،
الريسبتور بتكون اتومز، السايت بغيرها لدامي اتومز، والليجند بغيرها للام دي بي فايل، وبدوس براوز وادور على الفايل اللي انا سيفت فيه الاستراكشر بتوع الليجند، وبعد كده بدوس رن. اول ما بدوس رن بيبتدي البرنامج يعمل لي دوكينج للليجند. بعد ما البرنامج الام او اي بيخلص الدوكينج بيبتدي ان هو يطلع لي الريزلتس بتاعت عمليه الدوكينج في صوره جدول. انا بقى من الجدول ده بعمل الخطوه الخامسه اللي هي الاكزامينيشن او الانتربريتيشن اوف ذا ريزلت بتاعت خطوه الدوكينج. هو ده الجدول اللي بيكون الاوتبوت بتاع خطوه الدوكينج. تعالوا نتعرف على الحاجات اللي موجودة في الجدول ده. اول حاجة دي الاوتبوت بوز، دي البوزس المختلفة للليجند بتاعي في البايندينج سايت او في الاكتف سايت. تاني حاجة الار اس اي كيو دي اللي هي السيكونس اوف ذا ريسبتور، والام اس اي كيو دي السيكونس اوف ذا مولكيولز. بعد كده هنيجي لحاجة مهمة قوي وهي الفاينل سكور. الفاينل سكور دي كل ما كانت قليلة معنى كده ان الانرجي بتاعتي بتاعت الكونفورمر ده قليلة، معنى كده هنا الموست ده كونفورمر الموست ستيبل، يبقى ده هيكون البيست بوز وهو بيكون اول بوز. يبقى الفاينل سكور كل ما تكون قليلة معنى كده ان البوز بتاعي ده بيكون البيست بوز وهو بتكون موجودة في اول بوز. بعد كده في ال RMSD اللي هي الروت مين سكوير ديفيشن، والديفيشن ده بيكون انحراف عن البوزيشن الاصلي بتاع الليجند بتاع الاصلي. والريفاينمنت دي خطوة بيعملها البرنامج بعد الدوكينج عشان يزود الاكيوريسي بتاعت خطوة الدوكينج ويقلل الروت مين سكوير ديفيشن. بعد كده هنيجي للانرجي اوف ذا كونفورمال اللي هي اي سي او ان اف، بعد كده الاي بليس اللي هي السكور فروم بليسمنت ستيشن. يبقى اهم حاجه هنبص لها في الجدول ده هي الاس اللي هي السكور، اللي هي كل ما كانت قليله الانرجي بتاعت الكونفورمال قليله، يعني السيستم ده هيكون مور ستيبل، يبقى ده احسن بوز للليجند جوه البايندينج سايت، وبالتالي وهو بيكون موجود في اول ده بيكون اول بوز. لو لاحظنا هنا ان هو هيكون ان هو بالنيجاتيف، وهو يعني اكبر رقم بالنيجاتيف معنى كده ان هو اقل رقم. هنيجي بعد كده لو انا عايزه اعمل ستاديينج للبوزز المختلفة واشوف الاحسن بوز اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي بتكون اول بوز، واشوفها في ال 3D وفي ال 2D وازاي هي عاملة انتر اكشن في البايندينج سايت. هعمل ايه؟ اول حاجة ان انا ممكن اعمل ديليت للدامز، وان انا الون الريسبتور بتاعي كله بلون واحد، وبعد كده هعمل براوزنج للليجند. هعملها ازاي؟ من الداتا بيز فيور مش من الـ MOE ويندو، بختار فايل وبعد كده بختار براوزر، بعد كده بتظهر لي الويندو اللي فيها الأسهم دي، ومن خلال الأسهم بتقدر إن هي تغير لي البوزس المختلفة بتاعة الليجند. أنا أول ما بختار براوزر بلاقي الليجند ظهر لي على شاشة الـ MOE ويندو، وبقي الأسهم بقدر إن أنا أتنقل ما بين البوزس المختلفة وأشوف الاحسن بوز في ال 3D interaction. يبقى زي ما قلنا اعمل براوزنج ازاي، فايل هختار براوزر، هلاقي الليجند ظهر، من خلال الاسهم ابتدي ان انا اقلب ما بين البوزز المختلفة. برضو كمان ان انا اقدر ادرس الليجند انتر اكشن في ال 2D.
هجيبها ازاي؟ من الام او اي ويندو، بختار كومبيوت ليجند انتر اكشنز، وبشوف الانتر اكشن بتاع الليجند بتاعي مع الامينو اسيدز اللي موجوده في البايندينج سايت، وبشوف انهي امينو اسيد هي اللي عامله انتر اكشن مع الليجند بتاعي. وبرده بقدر ان انا اشوف البوزز المختلفه بان انا بالسهم بتاع البراوز، بس لما بقلب ما بين البوزز بالسهم بتاع البراوز لازم ادوس في الويندو بتاعه ال2 دي انتر اكشن، ادوس ابلاي عشان يغير لي البوزز. بعد كده هنيجي لخطوه السيرفيسز اند مابس، واحنا قلنا الخطوه دي للفيجواليزيشن. هجيبها ازاي؟ من قائمه كومبيوت اختار سيرفيسز اند مابس، وبعد كده هختار المولكيولار سيرفيس. يبقى من كومبيوت سيرفيسز اند ماب مولكيولار سيرفيس، وبعد كده بختار كرييت. هلاقي ان هو عمل لي كرييشن للبايندينج بوكيت، وهيكون جواه ايه الاكتيف، هيكون جواه الليجند. وبرده من البراوزر بقدر ان انا اقلب ما بين البوزز المختلفه، واقدر اشوف اختلاف البوزز واختلاف الانتر اكشن بتاع الليجند وهو جواه ايه البوكيت بايندينج. يبقى الخطوه دي بختار كومبيوت سيرفيسز اند مابس مولكيولار سيرفيس، واعمل كرييت، بيعمل كرييشن للبوكيت. طيب لو انا عايزه اعمل سيفنج للبيكتشر بتاعه البوكيت بايندينج وهو جواه الليجند بتاعي وعامل انتر اكشن، هعملها ازاي؟ اول حاجه عشان اخد بس صوره للبوكيت وهو جواه الليجند، فانا ممكن اعمل هايد للريسبتور. هاجي من رايت بوتن بار، هدوس هايد واعمل واختار ريسبتور، هيشيل لي الريسبتور بس، شيل لي الريسبتور ويسيب لي البوكيت بايندينج وجواه الليجند. هبتدي بعد كده ان انا اخد بيكتشر للانتر اكشن ده. هعملها ازاي؟ من الويندو بتاعت الام او اي هختار فايل سيف، بعد كده هتظهر لي الويندو دي، هختار ديسك توب ان انا عايزه يحفظها لي في الديسك توب، وهغير المولكيول، هغيرها لبيكتشر، هقول له انك عايزك تحفظها لي في صيغه بيكتشر. الصيغه بتاعه البيكتشر بيكون لها امتداد مختلف وهو دوت بي ان جي، فانا هاجي في المكان ده وادخل الاسم اللي انا عايز احفظ بيه الفايل، وادوس دوت بي ان جي عشان يحفظها لي في صيغه بيكتشر، وادوس سيف. وبكده انا اكون انتهيت من الست خطوات اللي انا بعملهم على برنامج الام او اي عشان انفذ عمليه الدوكينج، وبعد كده اعمل انتربريتيشن للريزلتس اللي طلعت من الدوكينج، واعمل فيجواليزيشن اشوف الانتر اكشن ما بين الليجند وما بين البايندينج سايت سواء في 3 دي او في 2 دي، بشوف البايندينج ما بين الليجند وما بين الامينو اسيد، وبرده بقدر ان انا اشوفه بشوف البايندينج ما بين الليجند جوه ايه البوكيت بايندينج. هنيجي بعد كده لابلكيشن او اكزامبل يوريني يوز او ابلكيشن من ابلكيشنز بتاعت الدوكينج. زي ايه؟ زي ان هو مثلا ان انا اقدر اشوف السلكتيفيتي بتاعه الليجنز، يعني مثلا انا من خلال الدوكينج او من خلال برنامج الام او اي هقدر ان انا اشوف السلكتيفيتي بتاعه السيليكوكسيب على كوكس 1 او كوكس 2 انزيم. لو بصينا هنا هلاقي ان لو انا عندي نون سيلكتيف كوكس انهبيتور او نون سيلكتيف كوكس ليجند، هلاقي ان هو عمل انتر اكشن في البايندينج سايت بتاع الكوكس 1 وبتاع الكوكس 2، لكن لو انا عندي سيلكتيف كوكس 2 ليجند ده هيكون سيلكتيف بس للبايندينج سايت بتاع الكوكس 2 انزيم، فهو هيعمل بايندينج للكوكس 2 لكن مش هيقدر ان هو يفيد في البايندينج سايت بتاع كوكس 1، وبالتالي هو هيكون سيلكتيف لكوكس 2 بس، وهيكون البيولوجيكال اكتيفيتي بتاعته خاصه بالكوكس 2. وبكده نكون انتهينا من سيكشن الدوكينج، وبالتوفيق ان شاء الله.